يسرى، ونعلم تماما بأن السيلية قد خسر، أو خلينا نقول قد خرج، أو خرج عفوا من دور التأهيلي. وهنا لدينا كرة خطيرة سداوية وهدف أول. الله، ويسجل لمصلحة السد بعد كرة. شوف اللقطة الماضية لعبت، واعتقد بأن إصابة عادل بدر أدت إلى هذا. سلامات للشاب عادل. وهنا لدينا الهدف الأول الذي يأتي. يلا السلام. لكن بعد ذلك أكرم عفيف يسجل أول الأهداف بهذه الطريقة التي تأتي، مرت عدت وصلت وهم في العارضة، وبعد ذلك في شباك ثانية. يأتي لدينا طبعا، أو تأتي لدينا ركلة الجزاء عن طريق أكرم عفيف الآن ليسجل هدفه الثاني في نادي السيرية. ولربما نعم يهش الشباك. خليفة أبو بكر حارس، يعني تتكلم عن مترين وثلاثة سانتي، مترين وثلاثة سانتي. شوف، لا ايش الموضوع؟ حسب هدف سلمان فلاحي، حسب هدف. و انتهى الموضوع على ما يبدو. والله حتى طعم الهدف غريب، يعني عموما هدف ثاني لمصلحة السد يأتي الآن. هذه الكرة، هنا الهدف الذي سجل عن طريق أكرم. اثنين لا شيء لمصلحة السد. بيني وبينكم خليني أقول أنا آسف لأكرم، لأنه الله يهديك يا خليفة ويا سلمان فلاحي، فأنت مش عارف خروجه ووصوله إلى الكرة. عادة الحكام يعيدون الحارس لأنه من شروط ركلة أمامية ناحية بغداد، غير متسلل تماما بغداد في الجهة اليسرى. بغداد مع أكرم، أكرم يريد الهاتريك، أكرم يريد أن يسجل الهاتريك. أكرم، الله يلخص جمالية كل الأهداف. هاتريك يجب أن يكون بهذه الطريقة من خرم. الله 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 على هذا الهدف. شوف هذا الهدف، يسوون تحدي، هذا الهدف مقاطع فيديو تنشر في الانستغرام، في اليوتيوب، في التويتر. هذا الهدف صار صدق، هذا التحدي أصبح حقيقة. نعم.